حضرنا الافتتاح الرسمي لسواق جوارية، سواق تنافسية، سواق في متناول الجميع، مخصصة خصيصا للدخول المدرسي والمهني والدخول الاجتماعي بصفة عامة. عرفت جهة باتنا إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للأسواق الجوارية على مستوى الجهة لتضم 7 ولايات إضافة إلى الولاية المنتدبة باركة، حيث عرفت الجهة سنة 2024 تنظيم 24 سوق على مستوى هذه الولايات. لحد الساعة شهدنا مشاركة 221 متعامل اقتصادي. دخلت المعرض وهذا شيء مستحسن، وهذا كل اللي تقوم به يعني مجهودات الدولة الجزائرية في إطار تخفيض الأسعار ومرافقة التلاميذ للدخول المدرسي. الأسعار متحسنة مقارنة بالسنة الفارطة، وماذا بينا يزيدوا يبذلوا مجهود أكثر. شرينا وش كتب ربي والحمد لله ويعطيهم الصحة.